السلام عليكم مشاهدينا الكرام، صحة رمضانكم وكل عام وانتم بخير، ومرحبا بكم اليوم في مركز أريج التجاري بدالي إبراهيم اللي راه مستضيفنا اليوم واللي راح يستضيفنا خلال باقي أيام رمضان المباركة. مشاهدينا، سؤال اليوم في مسابقة اربح مع أريج يقول: ما هو الاسم الذي أطلق على الذين آمنوا بسيدنا عيسى عليه السلام؟ تفضلوا معنا نشوفوا مختلف الإجابات. السلام عليكم. السلام. شكون معنا؟ عبد الرحمن سقيلاني. عبد الرحمن، وانت؟ حسام. حسام، ما شاء الله. قل لي، اما سنة تقرا عبد الرحمن؟ ثالثة متوسط. ثالثة متوسط. حبي يقول لك تصوم. شكون عندك من سنة وانت تصوم؟ من العام اللي فات. العام اللي فات وانت تصوم، الله يبارك. واسكرك قادر تصوم وتراجع في نفس الوقت؟ شوية شوية شوية. خلينا نفوتوا للسؤال اليوم اللي يقول اللي متعلق، تعرف الأنبياء شكون هما الأنبياء؟ محمد، موسى، عيسى، إبراهيم عليهم السلام إلى آخره. ما هو الاسم الذي أطلق على الذين آمنوا بسيدنا عيسى عليه السلام؟ مسيحيين. المسيحيين هما اللي رمي آمنوا به اليوم، ولكن الاسم هذا أطلق على الذين آمنوا به من قبل، في عهده، في وقته. هذا الاسم مذكور في القرآن. معليش، نعرفه. ما تعرفش. معليش، تقولنا كلمة أخيرة؟ صحة رمضانكم، صحة فطوركم، يجوز عليكم بالهنا والصحة. عيدكم. صحة؟ عيدكم. صحيت، صحة فطوركم، في أمان الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. راكي تضحكي ما شاء الله. الله يسلمك. ايش ربي يدومها ان شاء الله. معنا امال. امال، قولي لي امال، رمضان في البيت ديالكم عنده طقوس خاصه؟ يعني طقوس خاصه كما قال عائله الجزائريه، تقسموهم بين صلاه وطياب وعبادات، ماشي وشويه طياب وشويه شغل وشويه راحه وشويه قرايه. بعد باش ندوزو في الكومبو تما، ديك لازم تقسمي وقتك باش تقدري وشنو هو احسن وقت تراجعي فيه دروسك انت؟ في الليل، مور ما يشبح. مور ما تشبعي، سبحان الله. كاين اللي قالوا لنا وحنا خفاف وحنا صايمين، وانت قلتي بعد ما نشبع، وكاين اللي قالوا مع الفجر. كل واحد وعنده وقت يناسب. مع الفجر مليحه باسكو جوغ يكون مخك فارغ، تقدري تحفظي. ومع الصباح كي تنوضي، سينو مع العشيه ما تقدريش. مع العشيه جوغ انا وحده ما نقدرلوش مع العشيه، نتموا الفطور باش شغل نعاود نولي نقرا. يعطيك الصحة، بارك الله فيك، وشكرا على المشاركة، وصحة فطور. الله يسلمك. صحتك. في أمان الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكون معنا الأخ؟ حميدة الدهري. الأخ من العاصمة؟ لا، من طوم الراس. زيارة ولا؟ إتيديو. أنت تدرس هنا في العاصمة، الله يبارك. كيفاش رمضان جاك بعيد عن العائلة؟ هو في الحقيقة كي بعيد عن العائلة شوية، بصح الحمد لله كما يقول واحد. وكيفاش رمضان؟ احكي لي على رمضان في تمن راس، وشنو يميزه؟ أكيد أكيد الطابع الصحراوي غير الطابع الوسط، غير الغرب. هذه حاجة مفروغ منها، الجو تاع الصحراء، ومازال مع حافظين على العادات والتقاليد. رمضان مع العائلة في الأسرة مع الجيران، والأخص السهرات اللي بعد الإفطار. نفوتوا السؤال اليوم مباشرة، سؤال اليوم من مسابقة اربح مع أريج، إن شاء الله تربح معنا. ما هو الاسم الذي كان يطلق على الذين آمنوا بسيدنا عيسى عليه السلام؟ الحواريون. الحواريون، يعني قلتها بصوت منخفض ولكن هذه هي الإجابة الصحيحة. يعطيك الصحة، تفضل معنا ناخذ هديتك. يسلمك. تفضل. إذن مشاهدينا، كنا ندردشوا في الكواليس مع الأخ حميدة من تمن راس، اللي قالنا أنه هناك عادة جد مميزة في ولاية تمن راس، اللي هي أنهم يكسروا الصيام بالتمر والحليب. حكينا الأخ أنت أفضل. هذا فيما يخص رمضان، كما يقولوا على بالنا بلي الناس قاعد تفطر، بصح كما في تمن راس عادة خاصة أنهم يفطروا بعد أذان المغرب بشوية تمر ولبن، ومن بعد نروحوا نصلوا المغرب، ومن بعد حتى من بعد التراويح باش نعاودوا نتغدى كيما يقولنا فطروا،
بالاطباق هذه وبالاخص بالاطباق التقليديه اللي تكون لازم وتكون اوبليجي. يعني مشاهدينا ما يفطروش ما يستأنفوش إفطارهم حتى يصلوا صلاة التراويح. نتمنى أن كل الجزائريين يلتزموا بهذه العادة الصحية اللي ملتزمين بها سكان ولاية تمرست. الأخ مبروك عليك فزت معنا بهذه الجائزة المقدمة من مركز أريج التجاري بدال إبراهيم. يعطيك الصحة وبارك الله. ربي يسلمكم وشكرا. يسلمك في أمان الله وصحة فطورك. إذن مشاهدينا كانت هذه هي إجابة هذا العدد اللي كانت عن الذين كانوا يؤمنون أو آمنوا بسيدنا عيسى عليه السلام. الاسم الذي أطلق عليهم هو الحواريون اللي جاوب عليها الأخ حميدة من تمرست. إلى هنا ينتهي هذا العدد، نلتقي في أعداد متجددة. صح فطوركم وإلى اللقاء. صح عيدكم انتم كل بخير. صح عيدكم، صح رمضانكم. صح رمضانكم وصح افطاركم. نحبكم بابا وماما. صح رمضانكم، صح عيدكم، كل عام وانتم بخير. صح عيدكم، صح رمضانكم، كل عام وانتم بخير.